بسم الله الرحمن الرحيم. سعدنا اليوم باستقبال السيد عبد الله جميدة رئيس الوفد الدبلوماسية الشعبية الدبلوماسية، وسعادة السفير محمد إدريس سفير جمهورية مصر العربية في أثيوبيا. اللقاء كان وديا للغاية. فضيلة الإمام الأكبر يعني رحب بالضيوف وذكرهم بأن أثيوبيا ترتبط ليست مع مصر فقط، وإنما مع المسلمين حيثما وجدوا من تاريخ قديم جدا، يبدأ مع الصدر الأول للإسلام حيث كانت الحبشة هي الملاذ الآمن الذي وجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته المضطهدين، وجههم إلى هناك وقال إن هذا البلد فيه ملك لا يظلم أحد عنده، وتحقق هذا، وكان يرتبط المسلمون بالحبشة وبالنجاشي ارتباطا وجدانيا قويا، وتمت الهجرة إلى هناك مرتين، إحداهما شملت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وزوجها. وبلغهم فضيلة الإمام الأكبر أن مصر تحديدا ترتبط بأثيوبيا بشريان هو شريان الحياة وهو نهر النيل، وأن من حق الأثيوبيين أن يشربوا منه، وإن من حق المصريين أيضا أن يشربوا منه بلا ضرر ولا ضرار. وبما أننا دولة المصب فلا يمكن أن نتوجه بالضرر لإخواننا في أثيوبيا، وهم أيضا لا يقبلون أبدا أن يضروا بمصلحة المصريين، وأن الأثيوبيين لا يمكن أن يستضيئوا ويفضلوا الكهرباء على حساب عطش المصريين. في المقابل الوفد أكد لشيخ الأزهر أنه لا يفكر أثيوبي واحد في إلحاق الضرر بالمصريين، وأن السيد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي هناك ذكر عبارة قوية، وهو أنهم مستعدون لتقديم دمائهم وليس للحفاظ على نهر النيل للمصريين. هكذا كان اللقاء، كان وديا، شرفنا باستقبالهم، وقدموا دعوة إلى فضيلة الإمام الأكبر لزيارة أثيوبيا، وقد قبلها فضيلة الإمام ووعد بتنفيذها قريبا إن شاء الله، وأنه يتشوف إليها وهي محل تقدير كبير. كذلك وعد فضيلة الإمام وأخبرهم بأن الأزهر الشريف مستعد لتقديم أي عدد من المنح لأبناء أثيوبيا ليدرسوا في مصر، فمصر تطبق على أرض الواقع اللحمة والوحدة التي تجمع بين المسلمين والمسيحيين من خلال بيت العائلة المصرية. فكما بأن أثيوبيا بها مسلمون ومسيحيون، فهذا يجسد على أرض الواقع في مصر وفي الأزهر الشريف. مرحبا بهم، شرفنا بزيارتهم اليوم، ونأمل بأن تكون هذه الزيارة فاتحة خير، وأن ترفع كل احتقان أو شوائب تشوب العلاقة بين أثيوبيا وجمهورية مصر العربية إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم. نشكر شعب مصر بداية من فضيلة الشيخ، لكن له بكل الاحترام والمحبة والتقدير، عطينا من أرض الحبشة، من أرض الصدق، من بلد النجاشي، من بلد البلال مؤذن، حملنا معنا السلام والمحبة والصدق والعمانة والتعاون وتنمية البلدين بماء النيل معا بإذن الله. لا أحد يرغب أن يقطع أو حتى بقطعة الماء من ماء النيل من شعب مصر. لا بد أن يشرب شعب مصر كما نشرب نحن شعب إثيوبيا. تربطنا علاقة قوية وتاريخية، ثقافيا واقتصاديا ودينيا. نعيش في إثيوبيا كما تعيش مصر، بالمحبة مع المسيحيين والمسلمين جنبا إلى جنب. لذا نرجو من شعب مصر الله يخافه ولا يخوفه. هذه كلها مجرد كلمات طاعة
طائشة. نحن نقدم لمصر وشعب مصر ليس بالماء، بل نقدم دماءنا إن شاء الله. هذه الرسالة من شعب إثيوبيا، من شعب الكريف. نحن نشكر شعب مصر بالمودة بما قدم لنا باستقبال الحار، رأينا منه كل الكرم والاحترام. لذا نرجو من كل الإعلاميين أن يبلغوا هذا، لابد أن نتعاون. نحن نريد الطاقة، شعب مصر يريد الماء، هكذا توازن الأمور. لذا نشكر شعب مصر ونشكركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنه لا يمكن أن يكون السد عائقا أو مؤثرا على حق المصريين في الانتفاع بنهر النيل، وأن هذا لا يقبله لا المصريون ولا الأثيوبيون. هذا ما تم الاتفاق عليه. كيف تكون التدابير؟ هذه مسائل يعني يتحدث فيها الخبراء ويحددون كيف تسير الأمور بما يحفظ حق الشعبين في الانتفاع بنهر النيل. نوجهونها إلى المصريين من خلال هذه الزيارة. نوجه لشعب مصر والمصريين والمصريات، نحن إخوة، نحن أصحاب المحبة. قبل كل شيء أنتم جيراننا ونحن جيرانكم، لكم كل الحق بماء النيل، بفوائد ماء النيل. لذا اطمئنوا وتأكدوا، نحن نقدم لكم كل ما تريدون، وانتم كذلك تقدموا لنا ما نريد. المصلحة متبادلة. الشعبي يعني ما في هناك إشكالية بين الشعوب إلا المحبة والتقدير. الشعب للحكومة الإثيوبية والحكومة المصرية بالتفاصيل هم يتفاهمون ويتبادلون الآراء، أما هذا الوفد الكبير وفد الشعبي فقط. Thank you very much. We came here to tell to our Egyptian brothers and sisters the building of our dam is not hurting Egyptians. Rather, it is useful for Egyptian people, not only for Ethiopia, not only today, for the future. We are not building this dam only for today, only for Ethiopians. Primarily, we want to use energy to alleviate our poverty. But not only that, to use together with our Egyptian brothers, Sudanese brothers. And this dam will be beneficial for all of us, not hurting at all. This is a public diplomacy. We came from different society representing the Ethiopian people to tell to the Egyptian people, we are not hurting you forever. Thank you very much. شكراً.